دلاني على أن الإنسان في مثل هذا الحال لا يسأل. أنت مسؤول عن أمرين، هو مسلم في الجملة لا يعرف عنه كفر، ثم إنه فقير مستور الحال محتاج إلى المال. ما دام محتاجا إلى المال أعطه، ولا علاقة لك بدينه وتقواه، لأنك تعطيه لفقره. هب أنه كان تقيا نقيا وغنيا، هل يجوز أن تعطيه؟ لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، ولا يندب أن تعطيه من صدقتك. فالمعول عليه فقره وحاجته ومسكنته. وفي الحديث: تصدق اليوم على زانية، تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على سارق. فجيء له في المنام قيل له: فلعل الزانية أن تتوب، ولعل الغني يستحي فينفق، ولعل السارق أن يكف عن السرقة بأنك تصدقت عليه، وإن كان هو لم ينويهم قصدا. والمقصود فيما يتعلق بالإنفاق: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.